أخيرا أو قبل الأخير، البعد عن مجالس العلم وصحبة الأخيار. الإنسان مما يبتعد عن إخوانه تلقفوا الشياطين وتلقفوا المرضى، ويبقى لغمة سائغة في أيدي من يعبث به ويتلاعب به. فالإنسان ما يبعد من إخوانه، ما تبعد والله يا إخوانك دين، لو بتجي تقعد تتونس معهم، لا في درس ولا في محاضرة ولا في خطبة جمعة، بس سمعت إنه إخوانك دين قاعدين لهم في بيت بيجاب يتونسوا ونسى ساي، تعال أقعد أتونس معهم وجيبوا الفتة قطعوها وأكلوا واشرب لكم شاي وامشوا حالكم، والله تستفيد. ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثير من الفتن ربنا بيعصمك عنا بأصحابك، والله في مسائل كثيرة نحن هذا عاملين فينا شيوخ وبنتكلم، والله ما تفهمها إلا من بعض أخوانك ومن الصغار تفهم منه معلومة. يا أخي أقلها لو استفرد لك الشيطان وأغواك بحاجة معينة اتغت تتذكر أخوانك ديل، لو ضعفت مراقبتك لربنا بتتذكر أخوانك ديل، تقول يا أخواننا معقول أنا أعمل كده؟ وسا أخواني ديل تاني يقولوا شنو يقولوا علي شنو، والمجتمع حيعيرهم بينا، فيبقوا لكم مزاتهم بابك حماية ورجعوك لورا، يرجعوك للحق. أخيرا وهذه نقطة لعله أنا أخلي شيخ متزمل يعلق لنا على أكثر، لأنه أنا ضمت كثير خلاص وقفت. غلظ الطبع والجفاء وتحطيم الجلساء. يا إخواننا ما من صفات المؤمنين الغلظ في الطبع، دي من صفات أهل النار بالمناسبة في الحديث الصحيح، ذو الغليظ وشديد، لا 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 انت تكون لين وهين، هذه صفات أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنه أم معبد قالت محشود محفود، محشود يعني لو بدأ يتكلم الناس بيحشدوا بيتلموا، محفود بيتلفوا حوالينه، لا عابس ما بيتكلم معك وصار إليك، ولا مفند. المفند ده الزول اللي بيطاردك، انت تكون قاعد معاه في الونسه بيطاردك مطارده شديده خلاص، لما انت تكره القعده معاه قدر ما تقول لك كلمه كده ولا يقول لك ايه ده ما بجوز يا اخي كلموك وكلم مره انت ذاتك بيطاردك. يا اخي اتحير الناس بالموعظه، مرات كثيره الزول بيكون قاعد معك يفلت كلمه كلمتين، انت ما مش يعني انت ما بتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر، المطلق يقول لك هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اما هي لها وانت بتجيب لك منكر اكبر منه، اما هي تشوف زول عمل لك غلط خليه تضحك وتتونس، تجي بعدين المناسبه زاد تزلق له المعلومه كده وبيستلمها بمزاج الوقت ذاك، لكن ما تطارده ولا مفند. انس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات أمه جابته غلام صغير أدته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما قال لي لشيء فعلته، لما فعلت ذلك أو لو أنك فعلت ذلك. يا خليك هاي إن شان الزول ذاته يريد القعدة معاك ويجي يتونس معاك، شوية شوية أنت بتقدر تغير وتقوم وبتصلح، لكن ما تبقى ذول غليظ ولا تبقى ذول فج وفظ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حتى للصغار، مالك بن الحويرس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 يوما، قال فلما رآنا قد اشتغنا إلى أهلينا ونحن شببة متقاربون، أولاد صغار هم كانوا، قال وكان رحيما رفيقا، أول ما شفنا طولنا من أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم و فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. لاحظ الشاهد من رحيما رفيقا، يا أخي في جلسائك وأخوانك خليك لين وهين ومعاملتك طيبة، ده مما يدل على إنه أنت بتحب أخوانك وبتحب لهم الخير. أما زول الناشف وزول عامل فيها متعالم على الناس وكل ما أنت تجي مناسبة وداير يبرزك عضلاته العلمية تقول لك كلمة تقول لك لا لا قال ابن عبد البر في تمهيد، يا زول لا تبرز عضلاتك علينا، يكرهك ابن عبد البر ويكرهك التمهيد ذاته. يا مسلم
خليك لين واعرف كيف توصل لاخوك المعلومه باسلوب طيب وباسلوب جميل، وخلي عشرتك حلوه مع الناس، خلي عشرتك حلوه، بعدك انت الناس دي ممكن تسوقها لاي اتجاه، وخاصه السودانيين دين. تعرف السوداني ده مما يحز بانك انت قدرت تترفع عليه وتتعالم عليه وعامل فايت ابو منو ما عارف ده ما داني ما بتنفع معه نهائي، ما بتنفع معه نهائي. فتعرف كيف تسوق الناس باسلوب طيب واسلوب جميل وعشره طيبه، ده يا اخواننا من علامات الخير وضده من علامات الاستقامه الجوفاء. لعله في كلام ثاني، انا خلوني على كده اخوان، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله.